بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في إطار لقاء أجمعني مع أخي وصديقي معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداهو السيدي ولي عمر طالب، قررت باسمي وباسم كتلة الوحدة الوطنية، لأن ندعم لائحة الحزب حزب الإنصاف للنيابيات على مستوى مقاطعة مقامة. وبالمناسبة أنا كنت مترشح من حزب من أحزاب الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، ولين أكد هون لأننا متمسكين بدعمنا لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامجه، ومتمسكين أيضا بدعمنا لحكومته. راني مولي أيضا بالمناسبة شاكر الإخوة والأخوات اللي ساندوا ترشحنا وضحاوا بالغالي والنفيس ووقفوا معانا رغم الضغط، وشاكر بالخصوص الشباب، شاكروا على الاندفاع وشاكروا على الحماس، شاكروا على الصمود أيضا. ولا نقول أن دي الخطوة اللي عدلنا مؤخرا، اللي هو قرار الترشح، جا نتيجة الظلم، جا نتيجة التهميش عانينا منه في إطار الحزب، حزب الإنصاف اللي ناضلنا فيه وضحينا فيه وبذلنا فيه أيضا الغالي والنفيس. ولكن أكدوا أن اليوم راجعين للحزب، ولأن إن شاء الله ذاك اللي كنا نعدله في الحزب ونضل نعدله إن شاء الله، وش يشد منه من التضحيات ومن إن شاء الله ومن الجهود اللي قدوا كان إن شاء الله نعدله. ولكن أكدوا أيضا أن إن شاء الله تعالى ان لائحة الحزب ان الدور تنجح ان شاء الله تعالى بأريحية. الى نرجع ايضا نشكر ساكنة مقامة بصفة عامة، ولا نأكد ان هذا القرار ايضا قبضناه بعد تشاور مع قواعدنا الشعبية كاملة، واطلعناها على تفاصيل هذا الموقف اللي ذا هو بعد لقائنا مع معالي الوزير، وشرحها لهم باطل اللي مجريات الحدث كامل، وافقوا عليها كاملين جزاهم الله خيرا، ومتحمسين ودور ان شاء الله، وان شاء الله تعالى تنجح اللائحة ان شاء الله تعالى بكل اريحية. وشاكركم، السلام عليكم.